زلزال من سقط فيه فهو شهيد. وزاد فوق الزلزال قال لكن أنا اعتذرت كما صعب لما سألت apa hikmah di balik itu, padahal soal yang sekarang di Palu itu, di Sulawesi Tengah itu, yang kena apa namanya tsunami itu adalah mayoritas Muslim penduduk sana itu, dan bahkan banyak habaib. Nahnu lam na'rif ma hikmatu wara'a hadhihi al musibah, walakin nahnu nu'min billah bi annaha laqad qadara Allahu bima syaa'a fa'al. Wa ولكن في هذه المنطقة من ال هي من الأغلبية مسلمين وكثير أيضا من أهل من حبائب أهل البيت هناك. Pemerintah Indonesia yang sudah apa namanya sudah berpeduli, pemerintah juga sudah mengirimkan sumbangan dan sebagainya, bantuan yang dibutuhkan, doa kepada seluruh umat Islam di dunia khususnya di Lebanon agar diberikan kekuatan dan akhirnya diberikan apa namanya kekuatan untuk menghadapi musibah ini. Semoga setelah musibah ini mungkin ada yang lebih baik lagi. Wa nahnu natlub min jami' asy'ab al-Lubnani wa khususan wa 'amatan min al-muslimin 'amatan ad-du'a lid-duhaya aw li-sya'b al-Indonesi alladhi usibat bihadihi al-musibah. Kedatangan Samatu Syekh pada hari ini tentu kami akan sampaikan, kami akan laporkan kepada Menteri Luar Negeri, kepada Presiden, bahwa betapa simpatinya Syekh Samatu Syekh terhadap Indonesia. Wa ziyaratukum al-yawm sawfa nuballighu ila ma'ali al-wazir wa ila al-hukumah al-indonesiyah allati tadullu hadhihi tadullu ila ihtimamikum الكبير لإندونيسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت اليوم بصفتي الخاصة وبصفتي كرئيس لجبهة العمل الإسلامي بزيارة سعادة السفير الصديق الأخ أحمد خازن خميدي الذي نجل ونحب ونقدر. وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي حصلت فيه الكارثة الإنسانية بكل ما للكلمة من معنى في أندونيسيا الحبيبة. منذ شهر وأندونيسيا تتعرض لسلسلة زلازل كان أكبرها وأخطرها وأكثرها ضررا هذا الذي حصل منذ 4 أيام، الذي للأسف أخذ معه عدد كبير من الضحايا الذين ما زالوا جزء كبير منهم تحت الأنقاض. يأتي هذا الزلزال وبعده التسونامي ليزيد من معاناة هؤلاء المساكين في هذه الجزر الأندونيسية النائية. طبعا أتيت بداية باسمي وباسم إخواني في جبهة العمل الإسلامي لأقدم لسعادته ومن خلاله إلى حكومته رئيسا وحكومة وإلى الشعب الأندونيسي الشقيق الحبيب أحر التعازي بهذا المصاب. ونحن إن كنا مسلمين حقيقيين يجب أن نشعر بفداحة هذه الخسارة ونتألم لألم الإخوة في أندونيسيا. ولذلك من هنا من دار سعادة السفير أتوجه إلى كل المسلمين في لبنان وفي كل الدول العربية والإسلامية بالتوجه صادقين إلى الله تعالى بالدعاء إلى هؤلاء الشهداء لأنهم شهداء بالرحمة والدعاء للمصابين بالشفاء والدعاء لمن أصبح نازحا ولاجئا بأن يمن الله عليه بالمكان الآمن والبيت الهانئ إن شاء الله تعالى. ونحن ندرك أن الحكومة الأندونيسية لم تقصر ولن تقصر أبدا. لذلك كذلك هي دعوتي إلى كل القادرين من المسلمين إلى مساعدة الشعب الأندونيسي هؤلاء المساكين، وأنها صدقة جارية، وأن الله عز وجل
سيربي هذه الصدقات وستكون في ميزان الحسنات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، باطنين صالحين، أن نكون القدوة الحسنة من خلال أعمالنا الإسلامية الصحيحة، وليس من خلال التطرف، وليس من خلال اعتناق من يدعونا إلى القيام على حكومتنا ومن الفوضى، بل من خلال أن نقوي دولتنا في أندونيسيا لتكون دولة قوية تراعي مصالح أبناء شعبها أولا، لتقف في وجه المصائب التي تقع. والزلزال في أندونيسيا هو مثال. إن لم يكن هناك دولة قوية، من لهؤلاء الفقراء؟ هل سيأتي الآخرون من الخارج ليساعدوا الشعب الأندونيسي؟ أبدا، دولتهم هي الأحق بهم. لذلك علينا كشباب مسلم أن نقف إلى جانب دولتنا. هذا السفير بالمحبة والتعاون. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخلق كلهم، لا المسلمين ولا المسيحيين ولا أحد، الخلق، كل الخلق، كلهم من خلقهم؟ خلقهم الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الجميع. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الخيرية والنفع الذي نقوم به للناس هو الذي يجعلنا من المقربين الذين يرضى عنا رب العالمين. ويقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين.